طبعا الاولى تاعو راح يكون في ولايه عنابه، في قلب ولايه عنابه بالفندق شيراتون، مده في 3 ايام، 30 الى 31 ماي الى غايه 1 الفاتح جوان. شكون المشرف على هذه التظاهره ومنين جات الفكره؟ اكيد هي توامه بين شركه جزائر، يعني شركتين جزائريتين، تينا بإيفنت وميديا بولاية عنابة موجودة، معروفة غنية عن التعريف، وأيضا شركة وكالة نقدر نقولوا جلوري أجنسي اللي أيضا معروفة في الجزائر العاصمة. حتى وأما وشراكة داروها باش ينجح هذا الصالون الدولي لمصحف التجميل والموضة كأول مرة. صالون يهتم بالجمال والموضة، ولكن من الذي سيهتم بحضور مثل هذه التظاهرة والفعالية على موجب دعوات تقدم للأشخاص، ولا الدعوة مفتوحة للجميع؟ دعوة مفتوحة للجميع. نلاحظوا أن معظم المشاركين حيكونوا مشاركين مصحفات تجميل دولية وحتى محلية. المشاركين حيكونوا معنا محليين، كلهم بدأوا في فترة الكورونا جزائريين. لاحظنا أنه إقبال كبير، عرفوا مولاتهم، يمكن عرفوا المصحفات تجميل أنها تلقى إقبال خاص المرأة. إحصائيات الأخيرة قالوا بأن الوطن العربي يحتل المرتبة الأولى لشراء المرأة مصحفات تجميل، خاصة المرأة السعودية. فهذا بحد ذاته سوق. يعني المرأة العربية تحتاج أن تجمل نفسها باش تولي جميله، لا يحبوا الاناقه والجمال. لما نقولوا مستحضرات تجميل مش فقط الميك اب، كاين هناك ايضا مستحضرات للعنايه بالبشره، بالجسم، بالشعر، يعني لتقويه الشعر. فوالا، معروف أن المرأة العربية تحب أن تهتم بنفسها أكثر. أكيد. والمرأة الجزائرية أيضا. أكيد. كل المرأة. وكان نقول إيمان إلى 6000 سنة قبل الميلاد، لاحظوا أن كليوباترا هي كانت أولى النساء تهتم بجمالها، وكتستعمل الكحل وتستعمل ماء الورد وغيرها، يعني مستحضرات زيت الخروع، زيت الزيتون، الى يومنا هذا. اكيد. تفضل كملي فكرتك. اكيد راح يخلي كل النساء ان شاء الله يروحوا لهذا المعرض حتى يلقاو ربما وش راهم يبحثوا عليه من منتوجات، بالاخص انه صار في اختلاف بين الاجيال. يعني المراه الجزائريه ما كانتش تعتمد كثير على مواد التجميل، عكس الوقت الحالي، يعني كانت تفضل كل ما هو طبيعي. حتى الميك اب اللي كانت تختاره السيده الجزائريه كان بسيط جدا، عكس حاليا اللي صار كله مشرقي ميل على اللبناني، يكثروا الوان وغيره. بالنسبه لصالون اللي يهتم بالموضه والجمال اللي راح تحتضنه مدينه بونا عنابه، على من راح يركز اكثر شيء؟ على الماركات المعروفه العالميه في المكياج، ام على الخبرات من خبراء التجميل اللي راح يرافقوا السيده ويعطيوا لهم بعض التوصيات ربما حول توظيف المكياج بطريقه بسيطه؟ سؤال مهم لطفي. هذا المعرض او الصالون الدولي لمصحف التجميل والموضه حيلقى كل شخص عنده علاقه بالموضه، يعني ومستحضرات تجميل ضل فيه. راح يكون لي ميدسان، راح يكونوا يعني اطباء خاصه بالتجميل اللي يخدموا ايضا يعني مصحفات تجميل بيو، شركه جزائريه يمكن معروفه، شركه جزائريه ناشئه، هذونا تعرف هذونا يتخدم في البرودوي تاعها. يعني هو لقاء بين خبراء وبين مبتدئين في مجال الموضه لتبادل هذه المعلومات ويتواصلوا ان شاء الله بتطوير هذا المجال اكثر، لانه